إن اجتماعنا اليوم في إطار هذه اللجنة يأتي بالفعل في سياق ثنائي يبعث على الارتياح ويشجع على مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف والأولويات التي حددها الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بكل وضوح وبكل طموح خلال عديد اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي جمعتهما معا. كما لا يخفى عليكم أنه بفضل توجيهات وتعليمات قيادتي البلدين نحن نسير في طريقنا امتثالا بذلك، ولا يخفى علينا جميعا مدى الصلة التاريخية التي تجمع بين بلدينا، وهي قوة راسخة لنستمر في علاقاتنا في القرن 21، ونحن نعمل من أجل أن نحول ثقافتنا المشتركة إلى عمل مؤسسي مشترك.